لماذا التفاعل غير المسبوق من المرجعية والسلوكية؟ في السويد، هل حرق قرآن الشيعة الذي مع المهدي؟ أو حرق قرآن المسلمين الذي يقول الشيعة بتحريفه؟ كاد المريب أن يقول خذوني أجاني منكم. شكراً أستاذنا السيستاني. حارق القرآن من قيادات حشدك المقدس وبركات فتوى جهادك. شكرا للسيستاني وحشده على اغتصابهم مساجدنا وهدمها وحرقها وحرقهم مئات نسخ القرآن في رمضان. للمنافقين والأذناب، لا فرق بين قرآن السويد وقرآن العراق. المرجع المهندس الصرخي الحسني، تابع البث.